عليها السلام أصالة عن نفسي نيابة عن والدي ووالد والدي وعن أقربائي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات حيهم وميتهم في مشارق الأرض ومغاربها وسيما إلى ذوي الحقوق والواجبات ومن لم يذكرهم ذاكر طاعة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا أم البدور الصواطع فاطمة بنت حزام الكلابية الملقبة بأم البنين وباب الحوائج. أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله، اضحيت بأولادك دون الحسين ابن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلص له الدين بولائك للأئمة المعصومين، وصبرت على تلك الرزية العظيمة واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين، وآزرت الإمام عليا في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظي وديعة الزهراء البتول الحسن والحسين، وبالغت وآثرت ورعيت حجج الله الميامين، ورغبت في صلة أبناء رسول رب العالمين عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم وحبهم على أولادك السعداء. فسلام الله عليك يا سيدتي يا أم البنين، ماد الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق، وسقاك الله من رحيق مختوم يوم لا ينفع مال ولا بنون، فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات لأنك كريمة الخلائق عالمة معلمة نقية زكية. فرضي الله عنك وأرضاك، ولقد أعطاك الله من الكرامات الباهرات حتى أصبحت بطاعتك لله ولوصي الأوصياء وحبك لسيدة النساء الزهراء وفدائك يا أولادك الأربعة لسيد الشهداء بابا للحوائج، فاشفعي لي عند الله بغفران ذنوبي وكشف ضري وقضاء حوائجي، فإن لك عند الله شأنا وجاها محمودا. والسلام على أولادك الشهداء العباس قمر بني هاشم وباب الحوائج وعبد الله وعثمان وجعفر الذين استشهدوا في نصرة الحسين بكربلاء،
والسلام على ابنتك الدرة الزاهرة الطاهرة الرضية خديجة، فجزاك الله وجزاهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها، وهب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، سيما إلى روح من اجتمعنا لأجلها في يوم وفاتها أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، أموات الحاضرين أموات المؤسسين لهذا المأتم المبارك، من كان له حاجة في مجمعنا هذا، اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، شافي مرضانا، عجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان. نقرأ الفاتحة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.